وازمه شناوي. شناوي عايز اقول لك ولا ازمه ولا حاجه. الناس اللي يعني محمد الشناوي مثلا المفروض هو يثير ازمه والناس مستنيه بقى يتخانق، راجل زي الفل ولا حاجه. عشان بس كلام حضرتك يبقى واضح، عشان كلام حضرتك يبقى واضح، حضرتك بتتكلم على القصه بتاعه الرقم محمد الشناوي واحمد الشناوي. الناس ولا حاجه خالص، اتكلموا مع الراجل، الراجل هنا كذا وهنا كذا، وهو الشناوي قال لك تمام انا عايز. فالاثنين ما عملوش خناقه ولا في مشكله ولا في ازمه اساسا من دي 1، الدنيا سموث يعني. بس طبعا انت عارف الناس هتبقى شايفه ان هيبقى يعني. بصراحه انا بحيي اللعيبه وبحيي الاثنين لعيبه او ثلاث لعيبه الاجوان يعني، وخصوصا محمد فرجان، لان راجل انا عايز العب وانا جاي العب منتخب مصر. فبصراحه يعني كل اللعيبه كانت متعاونه جدا جدا. كابتن حازم الكلمتين اللي هقولهم لك دول بنقولهم لا قدر الله، لا قدر الله في اي اخفاق، ففرصه نقولهم واحنا دلوقتي واقفين على رجلينا والامور حلوه.